تنسيقية الإنصاف اللي حملت الشواهد العليا شهادة الماستر. جينا حنايا هنا لساحة البرلمان أو الوزارات اللي سبق وقفنا فيها قبل، أن جينا كنطالبوا بحقنا في التعيي في الإدماج وفي الوظيفة العمومية سيغسو لابليباغ فينا في 30 عام وما لقى حتى شي حل، وزائد أن كل شيء ولا تعاقد ولا لي كونترات، وحنايا قرابة العام حاليا أننا ما كاين حتى شي تجاوب من السلطات ولا المسؤولين من هذه البلاد هذه باش يتجاوبوا مع الملك ديالنا. لهذا كنناشدوا الناس اللي مسيرين هذه البلاد واعلى السلطه اللي في البلاد انهم يشوفوا هذا الملف ديالنا ويناقشوه. راه لما كانت حتى شي حاجه حنا راه ما غاديش نتفاكوا من هنايا، وحنا مازالين في هذا النضال وفي هذه الوقفات مازالين مستمرين حتى نحققوا المبتغى ديالنا ان شاء الله. عضو تنسيقيه الانصاف الوطنيه لحاملي شهاده الماستر، اليوم جينا امام هذه المؤسسه الدستوريه كعادتنا وكعادتنا في مجموعه ديال السلاسل النضاليه. تنسيقية الإنصاف اللي حملت شهادة الماستر عندها مطلب واحد اللي هو الإدماج في الوظيفة العمومية. حنا ولاد هاد البلاد، خريجي جامعة المغربية، وبالتالي بغينا الإدماج في البلاد ديالنا. هاد الحكومة هادي ما عطاتش حتى فرصة أنها تسمع لهاد الشباب هادو شنو المشكل ديالهم. المؤسسة الدستورية رسلناهم ولكن للأسف بلا حتى شي نتيجة. ولهذا نطالب اولا كمواطنين كاطر عليا في هذا البلد بالادماج ديالنا في الوظيفه العموميه. كنطالبوا بشي حاجه اللي هي مكفوله بحق الدستور المغربي وبجميع المواثيق الدوليه كتقول باللي التشغيل هو حق من حقوق المواطن. كما انا كنادي واجبات فعندي حقوق في البلد ديالي، ومن بين الحقوق اللي انا خصني نمارسها كمواطنه مغربيه هو الحق في الوظيفه العموميه. ابراهيم تنسيقية الإنصاف للأطر العليا المعطلة بالمغرب، الوقفة ديالنا راه جات بعد سنة من الوقفات، بعد سنة، والمطلب ديالنا باش نختصروه لهاد المسؤولين هادو ولرئيس الحكومة والمسؤولين تحته ولجميع الجهات الوصية أننا المطلب ديالنا راه عادي والمشروع ألا وهو الإدماج في الوظيفة العمومية بالسلم 11. والله عليه ما غادي يتنازلوا السلم 11 لجميع الأطر الحاضرة معنا. حفنا من المعطلين ما قدرتوش تسيبوا لها حل، وحشومة واش نتوما كديروا الملايين وحنا ما عندناش درهم واحد، وحشومة واش الملايير كتنفق وحنايا لا درهم لنا ولا دينار. أين هذا الأطر هذه من سميتو من أين نحن من السياسة الحكومية الاقتصادية والاجتماعية؟ أين هو الحوار اللي كتبجحوا به؟ أين هو الحوار؟ أين هو الحوار؟ لحد الساعة راه عام وحنا في الميدان ولا واحد نزل معنا للحوار، وهذا في حد ذاته جبن. اللي كيهرم من الحوار راه جبان. ولحد الساعة المطلب ديالنا التوظيف المباشر بالسلم 11 في الوظيفة العمومية، وخصنا حل عادل وعاجل في أقرب وقت. راه ما غاديش راه بلغ السيل الزوبة وبزاف على هادشي.